اسمحوا لي بس نطلع نشوف تقرير كده يعني عن العولمة وخطرها وإيه اللي حصل فيها، ونرجع نناقش القضية مع ضيوفنا الكرام إن شاء الله. كثرت الآراء واختلفت وجهات النظر حول تعريف العولمة، وذلك بسبب غموض مفهومها، فأصبح للسياسيين تعريف خاص بهم، وللاجتماعيين تعريف آخر، وهكذا إلى أن تم تقسيم التعريفات جميعها إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي ظاهرة اقتصادية، وثورة تكنولوجية واجتماعية، وهيمنة أمريكية. في حين يرى البعض أن العولمة هي تيار كاسح يستهدف تحطيم جميع الحدود الإقليمية ويدمر الثقافات القوية ويتحكم بمصير البشرية، ويراها البعض انهياراً لوحدة الدولة الوطنية ووحدة المجتمع الوطني وظهور علاقات جديدة. وفي هذا تسعى العولمة أول ما تسعى إلى التشكيك وخلخلة المعتقدات الدينية وطمس المقدسات لدى الشعوب لصالح الفكر المادي اللاديني الغربي، أو إحلال الفلسفة المادية الغربية محل العقيدة. ويعد ما حدث في حفل مشروع ليلى الأسبوع الماضي تجسيداً لأكبر أضرار العولمة على مصر وعلى المجتمعات المحافظة بشكل عام، فقد غيرت العولمة وتأثيرها على الشباب من ردود أفعال البعض تجاه أفعال تراها ثقافتهم مشينة إلى حد المجاهرة بها والإعلان عنها وسط الجموع معلنين عن هويتهم الجنسية المثلية. فاختلفت ردود الأفعال، وليبقى السؤال: هل للثورة المعلوماتية يد في استفحال تلك الظواهر؟ فكلما تصفحنا شبكات الإنترنت ينهال علينا وابل من المواقع والصفحات الإباحية تدفع مستخدمي الشبكة إلى الدخول والتصفح عنوة تمهيداً لتغيير مفاهيم وتمرير أفكار شاذة وتبرير ممارسات غريبة. أم تراه تياراً قديماً ربما سقطت الدراما المصرية في براثنه دون أن تدري حتى من قبل ثورة الإنترنت، فساعد دون وعي في نشر تلك الأفكار وتقريب تلك الممارسات إلى ذهن المشاهد بحجة المعالجة وعرض كل ما هو جديد وجريء. فلا يخفى على أحد ظهور شخصية الشاذ أو الشاذة جنسياً في العديد من الأعمال الدرامية، فها نحن نراها جلياً في أفلام مثل حمام المناطيلي وسيد درويش والصعود للهاوية مروراً بعمارة يعقوبيان، إلى أن وصلت الدراما إلى حد البناء الدرامي المعتمد كلياً على هذه الفكرة من خلال فيلم أسرار عائلية مؤخراً. فهل بدأت مصر تدفع الآن فاتورة العولمة الباهظة من بعد أن خرج الأمر من حيز العالم الافتراضي إلى عمق الشارع المصري؟